الآن أنا طرف بجهد. أولا نريد توحيد قوى عراقية بعيدا عن شيعي سني، قوى اللي تشترك بالرؤية، وكلهم يبقون أمناء عامين وزعماء، كلهم، لكن كلهم يقولوا إحنا نريد هذه الوثيقة نعتمدها، ويتشكل من عندهم موقف مشترك. هذا الموقف المشترك هو الذي سيخاطب إيران، هو اللي يخاطب تركيا، هو اللي يخاطب السعودية، هو اللي يخاطب الأمريكان. يجب أن نتصرف كعراقيين أمام مأساة عراقية. مع الأسف البرلمان الحالي غير قادر، برلمان معوج لا يملك إرادة، اللي حكموه مو أكثر من 20 شخص، الحكومة عاجزة. الدليل على ذلك أن رئيس الوزراء على كل نواه طيبة، وأنا أعرفه شخصيا ويحب أن يحقق الإنجاز، لكن يجد أن لما مستشار من مستشاري وهو على دراية وعالم على الأمور أستاذ هشام الداود ينتقد إيران بلقاء وثائقي مع البي بي سي، تقوم كيف تنتقد سبحانه وتعالى المراجع الإيرانية، إيران الكل. هذا معناته على القوى المعتدلة العراقية التؤمن بالسلام، لا نريد العداء مع الشعب الإيراني لا مع الشعب السعودي، احنا نريد ان نكون جذوة توحد قوى الاعتدال. جميل. ومن هذا اقول لك من هالمنطق وجدت تجاوب من احرار إيرانيين، من ليبراليين إيرانيين، من إيران خاطبوني وقالوا والكلامي ان نريد إيران قوية وعزيزة، لكن على طريقة الصين، ليكون اقتصادكم قوي، ليكون أعمالكم قوية، لكن مو تتمدد باسم الطائفة، باسم الدين. هذا اللي فرق ما بين الشعب الإيراني مع قوى الاعتدال. ممتاز. الشعب السوري مع هذا، نريد نوحدهم، وهاي الرسالة نريد ننقلها للحكام العرب، ونريد نبين لهم مصلحتكم يا حكام هو أن نبدأ بلملمة شعوبنا باتجاه الاعتدال.